هل تغيير لون الشعر بالأصباغ الكيماوية الموجودة بالأسواق حرام؟ أما تغيير لون الشعر من الأبيض بالأسود فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتجنبه، وقد ورد حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه الوعيد على من خضب شيبه بالسواد. وأما تغيير الشعر بالألوان الأخرى فإن ذلك لا بأس به، لأن الأصل الإباحة حتى يقوم دليل على المنع، اللهم إلا أن يكون في هذا مشابهة لنساء الكفار فإن ذلك لا يجوز، لأن مشابهة الكفار حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب قوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. ثم إنها ذكرت في سؤالها أنها كيماوية، وبناء على هذا يجب مراجعة الأطباء في ذلك. هل تغيير لون الشعر بالأصباغ الكيماوية الموجودة بالأسواق حرام؟ أما تغيير لون الشعر، تقول سمعت من بعضهم بأن صبغ الشعر حرام وأنا استعملت يعني؟ أن صبغ الشعر حرام وأنا قد استعملت ذلك مرتين، أفيدونا مأجورين؟ أما صبغ الشعر الذي يرطب الشيب بالسواد فإنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتنابه فقال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، أخرجه مسلم. وقد ورد في السنن الوعيد على ذلك، فقال يكون في آخر الزمان قوم يخطبون لحاهم بالسواد لا أظنه لا يجدون ريح جنة. على كل حال صبغ الشيب بالسواد حرام، وأما صبغه بغير السواد مثل أن يصبغه بلون أدهم بين الحمرة والسواد أو بلون أصفر فإن هذا لا بأس به، بل هو مأمور به. وكذلك الأصباغ الأخرى التي تفعلها بعض النساء، إلا أن تكون هذه الصبغة مما يختص به نساء الكفار، فإنها إذا كانت مما يختص به نساء الكفار كانت من التشبه بهن، وتشبه المسلمة الكافرة محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا الحديث يدل على التحريم. بل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. بارك الله فيكم.